مرضى السكر في مصر وعددهم بالملايين، معظمهم بيستخدم السكر المحلى ده او السكر الصناعي المحلى عشان موضوع السكر. يعني نقول لهم ايه؟ نقول لهم والله طبعا في ظل الفترة الحالية ممكن نستخدم مثل هذه النوعية من السكريات، ولكن في حدود الجرعات المسموح بها. ودي نظمتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. إن على سبيل المثال حاجة زي محلى اسمه الإسبرتام، الإسبرتام دوت ليه حدود معينة، حوالي من 40 إلى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يبقى كل واحد بيشوف وزن جسمه قد ايه، وبناء عليه بيقدر ياخد الجرعة المناسبة ليه على مدار اليوم. بس في شركات يعني في بعض الدراسات بتقول ان الاسبرتام مادة مضرة، فعشان كده بنشوف منتجات تجارية مكتوب عليها خالي من الاسبرتام. تمام. في محلات طبعا اخرى، احنا حوالي اكتر من 10 انواع من المحلات الصناعية موجودة ومتداولة في السوق. تمام. من اهمها الاسبرتام، في حاجة اسمها السكرين، الدولسين، حاجة اسمها السكلامات، السكرولوز. تمام. دي كلها أنواع كتيرة جدا من المحليات الصناعية اللي موجودة طبعا في السوق تحت مسميات تجارية مختلفة.